نحن نتواجد هنا في تل أبيب، وعمليا سحابة هذا النهار كنا قد رصدنا التحركات لعائلات المختطفين الذين أقاموا هنا خيما قبالة مقر وزارة الدفاع التي يعقد فيها عمليا اجتماعات وزارة أو حكومة الحرب الإسرائيلية. ربما نتوقف قليلا أمام هذه الصورة التي قاموا بوضعها في هذا المكان من أجل إقناع الوزراء الذين يبتون في القرارات المختلفة بضرورة إطلاق سراح أبنائهم. كما أن هنا يوجد العديد من المتطوعين الذين جاءوا من أجل يعني المشاركة في الحراك الجماهيري ومن أجل توزيع هذه الأشرطة الصفراء على المواطنين هنا، من أجل التأكيد على ضرورة العمل بصورة حثيثة ووضع هذا الأمر أي أمر المختطفين في رأس سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية. بالأمس كان هنالك اجتماع لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي أعلن عنه أن هناك اجتماع بينه وبين عائلات المختطفين، وقال إنه تتخذ العديد من الإجراءات من قبل الحكومة بما في ذلك الإجراءات العسكرية في داخل قطاع غزة من أجل إطلاق سراح المختطفين المقدر عددهم ب 230 مختطفا حسب آخر محصلة للجيش الإسرائيلي، والتي تحدث فيها عن ارتفاع من الرقم السابق من 229 إلى 230. فبالتالي حتى العمليات العسكرية يقول نتنياهو وكذلك بعض من وزرائه هي تنصب على هذا الموضوع. وبالفعل كان بالأمس اجتياح بري لداخل قطاع غزة مثل ما حصل في الأيام الثلاثة الماضية. الفرق هو أنه في هذا الاجتياح أو في هذا الدخول للقوات البرية كان أوسع وأكبر. الجيش الإسرائيلي قال إن منطقة جنوبي قطاع غزة هي منطقة آمنة، وأنه دعا أو عمليا دعا المواطنين الفلسطينيين السكان الفلسطينيين بالتوجه إلى هناك. لكن مما رأيناه في الأيام الماضية وحتى اليوم كان هنالك استهداف أيضا في جنوبي قطاع غزة، ما يعني أن كافة الأماكن هناك هي تتعرض لقصف من قبل الجانب الإسرائيلي الذي يصر على توسيع العملية واستكمالها. لكن في المكان الذي نتواجد فيه هنا في تل أبيب وكما أسلفت الذي أقيم قبالة مقر وزارة الدفاع هنالك مطالبات أيضا سنحاول قراءة بعضها إذا كان لدينا متسع من الوقت، التي تطالب بوقف إطلاق النار مع الفلسطينيين من أجل إعادة المختطفين الإسرائيليين. ويعتبر هؤلاء المتواجدون هنا على سبيل المثال أن إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين هو من مسؤولية إسرائيل الأولى عمليا، وبعد ذلك مواصلة الحرب مع قطاع غزة. أريد أن أرفع يافطة أخرى إذا كان لدي وقت محمد، وبهذا يعني سننهي هذه المداخلة، وهي تطالب عمليا بتبادل أسرى مع الجانب الفلسطيني.